أكثر من 300 كيلومتر قطعنا للوصول إلى جزيرة وابل، تقع إلى الجنوب الغربي في مقاطعة أونتاريو قرب الحدود الكندية الأمريكية، حيث يعيش السكان الأصليون الذين يحاولون الحفاظ على جذورهم وثقافتهم. وبالطبع الحفاظ على هذه الجذور له ثمن باهظ. السكان الأصليون في جنوب أونتاريو لهم ثقافتهم الفريدة ولغتهم، لم نتحدث لغة واحدة. مجتمعات متعددة مثل بقية الدول تكون أحياناً لديهم لغات متعددة ولديهم عاداتهم، إذن لدينا لغات متعددة مثل بقية دول العالم. مثلاً في الصين هناك الصينية والماندرينية والكوينية، لدينا أيضاً لغتنا وثقافتنا المتشابهة وعاداتنا. لكن في هذه الجزيرة أعتقد أن العادات تلاشت بسبب ما حدث في المدارس الداخلية. في هذه المهمة الخاصة نستكشف عادات وتقاليد السكان الأصليين ونرفع اللثام عن قصص محزنة وأليمة تعرض لها أطفال المدارس الداخلية الذين لا تزال السلطات تبحث عن بقايا جثثهم. So when we're dancing for the creator. We're dancing. عندما نرقص، نرقص للخالق، نرقص للأرض ونشكرهم على ما قدموه لنا. رقصتنا أشبه بالدعاء للناجين ولعائلاتنا ومجتمعنا. من ضمن عاداتنا أن نجتمع مع بعضنا لنرفع الصلوات من أجل الشفاء، وليس من الضروري أن نلتقط الصور أثناء الدعاء. So the dress that I'm wearing today is a traditional jingle. الفستان الذي ارتديه تقليدي واسمه صوت الغابة. It makes a jingle sound. So that sound is considered to be healing medicine. هذا الصوت يعد احد أدوية الشفاء، حيث يقال انه في الماضي احد الرجال رأى في منامه ان هذه الأصوات تشفي ابنته، لذلك فإن مجتمعاتنا اعتادت على ان هذه الأصوات هي الشفاء، وعندما ترتفع هذه الأصوات تعطي الشفاء والقوة.